نكمل عندنا البروجكت اللي هو المشاريع اللي أنا اشتغلتها تمام يور بروجكت. شوفوا مثلا الديزاينات، الفولدر، الايمج، الفيديو، كل هاي طلعنا هنا. زين عندنا الابس مو كلها نستخدمها، هذه التطبيقات الإضافية اللي موجودة ضمن كانفا. طبعا كثير أشياء أكو حلوة ممكن إنه إحنا نستخدمها، وأنتم ممكن تكتشفوها بعدين إنه إحنا بإمكاننا نوفر فروم كانفا. إنه شوفوا هاي كلها تطبيقات، أكيد مو كلها يعني أنا أصلا يعني ولا مستخدمتها، جدا قليل بس اللي جدا يعني اعرف انه اني احتاجها. لكن احنا راح نستخدم الاساسيات اللي هي بيكسلز. بيكسلز تطبيق بيكسلز هو اصلا موقع الكتروني، هذا بيكسلز يخص الصور تمام، يخص الصور. كل الصور اللي انا ممكن اريدها او ابحث عنها او ايا كان. البيكس باي نفس الشيء يعني، فخلينا نروح على البيكس. بيكسلز اقول له اوبن، شوفوا كل الصور اللي انا ممكن اريدها او استخدمها في تصاميمي. يعني مثلا هنا عندنا سيرش مال بحث، راح اقول له مثلا اريد كمبيوتر تمام، فهو ايش راح يسوي لي؟ اقول له انتر، راح يطلع لي كل الصور اللي بما تخص الكمبيوتر، وهاي كلها مجانيه، يعني هاي كلها صوره مجانيه وعاليه الجوده. وانصحكم دائما استخدام الصور عالية الجودة بالتصاميم حتى يطلع التصميم حلو ومرتب. يعني مثلا هذه انه انا مجرد ان اضغط عليها راح تيجي هنا بداخل هذا المربع، وانه انا مثلا اقدر اتحكم بها عن طريق الماوس، اسحب واكبر من هذني، شوفوا الخطوط وهذني الدوائر اللي هي تخص الزوايا، انه انا اقدر اتحكم بها. هذه بالنسبة للبيكسلز، وأي شيء أنتم تحبوه، أي شيء ببالكم بس تكتبون تسوون بحث وحيظهر لكم على بيكسلز. عندنا ضمن أيضا الأبس اللي هي البيكس باي. البيكس باي هي أيضا هم صور، يعني هو هم برنامج أو موقع للصور، أيضا يعطينا استخدامات، يعني نستخدم اي صوره وكلها مجانيه. شويه يحتاج لانترنت سريع. طيب ايضا هنا عندنا الفوتو. الفوتو نفس الشيء، لكن هنا شنو؟ اكو صور مجانيه واكو صور مدفوعه، يعني احنا لازم يكون حسابنا مدفوع حتى نقدر نستخدمها. يعني هنا لا تلاحظون انه هذه عليها التاج هي صور مدفوعة، هذه مجانية، وكثير صور اكو مجانية، يعني كثير احنا ممكن نستخدمها. ايضا اني اذا اريد اكتب اي كلمة مثلا اقول woman happy تمام، فحتظهر لي الصور هذه كلها تقدرون تستخدمها، لكن مو كلها ايضا مثل ما قلت، فقط اللي ما عليها تاج هي حتكون مجانية تمام. واحنا ممكن انه نستخدم بيكسلز ينطينا الصور اللي احنا نريدها. طيب شنو عندنا بعد بالفوتو؟ هذه بالنسبة يعني اللي احنا نقدر نستخدمها. الاوديو اللي هو التسجيلات الصوتية، الصوتيات المقترحة هنا. شوفوا احنا عندنا ثلاث صوتيات ممكن نستخدمها، اللي مثل ما قلنا اللي عليها التاج اللي هي المدفوعة. ايضا مثلا يعطينا خيارات، يقول هل انتم تريدون موسيقى تخص الفرح، تخص الحزن، تخص الدراما، يعني انتم حسب توجهكم. او انتم مثلا اذا عندكم فد موسيقى معينة تريدون تستخدموها تسووا لها ابلود وتضيفوها على التصميم. مثلا هذا هنا مجرد ان نضغط عليه راح موسيقى الصور. نعم اقدر اضيفها، مجرد انه اسحبها، اسحبها راح يظهر لي، حيتحول التصميم الثابت الى تصميم متحرك، يعني تصميم فيديو. يعني انا لما جيت كان عندي تصميم ثابت صورة فقط،
لكن لما أضفت عليها الصوت تحول إلى شريط. شوفون أنا هذا الشريط تحول إلى شريط إنه أنا أقدر أضيف عدة صور وأضيف الموسيقى. يعني إحنا لما نشغل هذا، شوف هذا 5 ثواني، هذه 5 ثواني لما اوكي، فتحول الى فيديو. الان هو تحول الى فيديو، يعني انا اقدر ايضا اضيف مجرد انه اضغط زائد. هذا حنتعلمه بدرس الفيديو، اضغط زائد راح يتحول ايضا اضيف صور وصور وصور، وتنتقل هذني الصور نجمعها كلها تصير فيديو. طيب عندنا الباك جراوند اللي هي الخلفيات. يعني انا مثل ما قلنا هنا مثلا خلنا نضيف خلنا ناخذ صفحة أخرى، ناخذ هاي مثلا. هناخذ هذه نروح على الباك جراوند. الباك جراوند اللي هي الخلفيه، يعني اما اني اريد خلفيه ساده اقدر اختار هذا اللون وتتحول الى هذا، اختار هذا اللون، اختار هذا اللون وهكذا، او انه اني اقدر افتح هذه وايضا علامه الزائد اختار من هذه اللون اللي اني اي لون اريد، او عندي كود معين مثلا مثبت عندي اقدر استخدمه. طيب عندنا ايضا خلفيات انه انا ممكن اقدر استخدمها للتصميم او اي فكره ببالي انه انا اريد يعني استخدمها. طيب هذه بالنسبه الادوات الرئيسيه المهمه في شغلنا على كانفا. هنا لحد الان احنا خلصنا الادوات.